الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أعضاء جمعية انطلاقة بلا حدود أننا نقوم بهذه المبادرة هذه فائدة دار المسنين ديال عبد الهادي التجمعتي اللي كنشكروا الرئيس ديالها بدوره اللي ببال مفتوحة وفتحة للمحسنين. وحنا هاد المبادرة درناها ورأينا نخرجوا للإعلام ويشوفوها باش يديروا الناس مبادرات أخرين ونكونوا سبب في الرسالة ديال الحب والتضامن خصوصا هاد الشهر الكريم ديال رمضان اللي معروف على المغاربة وعلى المسلمين بالتضامن. وكنشكروا بعض المحسنين منهم السي حسن والسي عبد الرزاق اللي ساهموا معنا ببعض الملابس. وحنا الدور ديالنا كجمعويين اننا كنأديو الرسالة ونطلبوا من الله ان الرسالة ديالنا توصل ويقبل منا الله صالح الأعمال. وبصفتي كعضو هذه الجمعية ديال انطلاقة بلا حدود تنقول لجميع أعضاء انطلاقة بلا حدود شكرا، وتنقول للجمعويين اللي جاو تضروا معنا حتى هما وساندونا تنقول لهم شكرا، وتنقول لهاد الناس هادو العجزة يقبلوا علينا ولا يدير تاويل بالخير ولا يكبرنا على طاعة الله ورسوله. شكرا للجميع. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أنا كنطلب سعادة المدير الرياشي الله ينصره الله يخلي لنا هو والسي الحاج معالي فينا هاد الناس وهاد السيدة الكبيرة ولالة فاطمة الشرقية معالي فينا وكل شيء ما خصها خير سيدي رفعت جمعية انطلاقة بلا حدود باش دير تكريم لواحد جوج النساء اللي عطاو لهذا الوطن ورباه ولو قصا عليهم الزمان وقصات عليهم الظروف ولكن كل شيء ضربوه في الزيرو وزادوا ورباو أجيال ورباو بناتاتهم وجوجوهم وصلهم للمستقبل. اللي عطاو لهذا الوطن وما عمرهم ما خطاو شي تكريم او شي حاجه. حنا هذه الجمعيه البسيطه ارتئينا باش نديروا لهم تكريم وغادي ما غادي نزيدوا لهم حتى شي حاجه الا الله يعاونهم ولا يعطيهم صحتهم. ومازال دابا مازال تيضربوا الثمره الله يصوب لهم شي تصويبه الخير. وتنتمنى باش ما سمعنا شي واحد اما حجه ولا عمره ان شاء الله. لماذا